لما كنا بنتكلم مع حضراتكم دايما على ان زراعة الصحراء المصرية صعبة وفيها مشقة، كنا دايما بنقول لك ان هي مش مستحيلة، انت تقدر تزرع وتقدر تنتج وتقدر تشتغل، بس لازم يكون عندك عزيمة ولازم تستخدم العلم. ده اللي النهاردة شفته في مكان من الاماكن اللي تعتبر صحراوية، ولكن بالعزيمة وبالعمل وبالإصرار النهاردة بقت من المناطق الزراعية الناجحة في مصر، كيلو 52 طريق مصر اسكندرية الصحراوي اللي كنا بنقول عليها مدينة الأمل ومدينة الأحلام. النهاردة احنا موجودين في مزرعة نسبة الملوحة فيها تصل إلى 9000 جزء، الرقم كبير والرقم محتاج إن احنا نتوقف عنده قليلا ونشوف التحديات اللي واجهت الزراعة. نقطة تانية، انت بتتكلم عن أراضي رملية، ونقطة مهمة جدا الناس بتتوقف عنها التغيرات المناخية اللي موجودة هنا، تحديات كتيرة جدا، ولكن بالعمل وبالعزيمة وباستخدام العلم الحمد لله الناس قدرت تشتغل قدرت تنتج. النهاردة أنا موجود معاكم في مزرعة لإنتاج الزيتون، هنشوف مع بعض صورة مختلفة خالص عن أشجار الزيتون العادية، هنشوف إنتاجية مختلفة وجودة مختلفة. مرحبا بحضرتك في البداية يا باشمهندس. يا مرحبا يا باشمهندس. المكان ده فين بالظبط؟ أنا حضرتك هنا في الكيلو 54 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، حته اسمها مكان اسمه مطلع الثوره. الاراضي هنا عايز اتكلم عن طبيعتها وعن المشاكل اللي بتقابل اي زرع بنحاول ان احنا نشتغل عليه هنا، بيجرى له ايه؟ هي بالنسبه للاراضي هنا، بالنسبه للابار عموما، يعني احنا كان عندنا البير هنا منشا من حوالي اكتر من 15 سنه. البير ده كانت ميته كويسه وكانت ميته حلوه، بعد في مرور فتره من الزمن الميه ملحت. وصلت قد ايه دلوقتي؟ احنا عاملين تحليل في مركز البحوث من حوالي سنه، كان 8000 ونص بي بي ام، جزء في مليون. فلقينا الزرع اصلا هيتاثر. كنت زارع ايه بقى في الوقت ده؟ من اول ما ابتديته هنا؟ زارعين حضرتك زيتون. زيتون برضه. هي مزرعه زيتونه. الاشجار دي عمرها قد ايه؟ الاشجار دي تقريبا يعني معديه ال 10 سنين. مراحل ال 10 سنين. كانت المايه لسه نسبه الملوحه ما ارتفعتش. كانت الانتاجيه شكلها ايه؟ ابتدت تظهر عندي الملوحه وحصل ايه؟ هي مراحل العشر سنين كانت اللميه، كانت اللميه كانت حلوه في الاول، كان تركيز الملوحه كان ضعيف. بعد فتره من الزمن يعني كتر استخدام البير فظهرت الملوحه عندنا. اثرت على الزرع ازاي بقى؟ يعني بتوقف حضرتك نمو الزرع. بتوقف النمو. اه. وبيبقى في حضرتك تشوهات على الاوراق، بيبقى في طرف الورق كده محروق. ده بسبب الملوحة. ابتديتوا بقى تفكروا في حلول عشان تحلوا المشكلة دي، قبل ما توصل لتقنية معالج المياه المغناطيسي أكيد جربت كذا حاجة. ابتديت تعمل إيه؟ أنا حضرتك سألنا كذا مكان، فسألنا على كذا جهاز اللي هو بالنسبة لمعالجة الملوحة. فأكتر من واحد الصراحة يعني رشح لنا اللي هو دلتا ووتر. بالنسبة للتقنية بتاعته، هو اللي عرفته ان هو يابان الصن تكفيل مصري. فيعني ان شاء الله احنا نامل خير باذن الله. بقاله قد ايه عندك الجهاز هنا في المزرعه؟ هو بقاله حضرتك كده تقريبا يعني حوالي 6 أو 7 شهور تقريبا. 6 أو 7 شهور دول حصل فرق؟ حصل اختلاف عندك؟ هو في حضرتك نموات جديده بسم الله ما شاء الله، يعني النموات الطرفيه بسم الله ما شاء الله كويسه، وفي بدايه تغيير ان شاء الله. من فتره سكون احنا لسه مستمرين فيها؟ لا، هي فترة السكون حضرتك هي المشكلة. الجو السنة دي يعني البرد بسم الله ما شاء الله في جميع المحاصيل، يعني حتى حضرتك شايف يعني النهاردة المفروض احنا في آخر شهر 3، الجو زي ما حضرتك شايف في أمطار والجو درجة حرارة منخفضة، فهي برضه بس الحمد لله يعني في نسبة تحسن، في مواد جديدة طالعة. هي اشرح لي كده شجرة الزيتون بما انك خبير في زراعة الزيتون، اشرح لي اللي انت شايفه وايه الاختلاف اللي حصل بعد تركيب الجهاز. يعني بص حضرتك، لو حضرتك تجرب بس الكاميرا شويه الناحيه دي، ادي في نموات جديده اهي بسم الله ما شاء الله شغاله. واحنا دلوقتي حضرتك في مرحله هو الاصنف اللي موجود هنا عندنا في المزرعه اللي هو العجيزي، احنا في مرحله دلوقتي اللي هو التزهير، فان شاء الله نامل خير في الجهاز ده هو وفي الامكانيات بتاعته، ان احنا ايه يعني نرتفع بالمزرعه ان شاء الله. لما ابتديت تروي مش شايف ان في اختلاف ناحيه التربه او تجاه التربه من اختفاء الاملاح؟ هي نسبه الاملاح عموما، هو الجهاز فكره عمله اللي عرفته ان الجهاز يعني ما بيغيرش نسبه الملوحه، هو بيحول الايونات
اللي هي بتاعت الملوحة ديت من سالب وموجب، بيخليها في صورة خاملة بحيث ان هي ما تأثرش على الجذور، النبات يمتص المية. يقدر النبات يمتص المية ويمتص العناصر الغذائية الموجودة.